شوفنا اتصال بس اخذوا اخوي محمد. اول شيء فاتوا وحدات خاصه بالدائره، فاتوا وحدات خاصه عنا الدار. بكى اخوي ابو محمد بالساحه قبل الساعه 9 تقريبا، حاوطوا اخذوا الوحدات الخاصه وما فيش 5 دقائق انكشف امرهم ولا الجيش كله بالدار بكاكا، وصاروا فاتوا عضاروا فتشوا الدار نفلوها وصاروا نادوا على ابن اخوي كمال اسمه اياد طباسي، صار نادوا عياد سلم حالك سلم حالك، وطبعا اخوي محمد معهم مع الجيش. نزل اياد عندهم كلفشوا وصار يحككوا معاه يقولوا شو اسمك، اسمك الكامل وشو بتعمل، وعطينا بلفنك وكلهم معيش بالفون، وصاروا يضربوا بي يحككوا معاه تحكيك قوي يعني مع ضرب، وشروه غمغم وهذا مكلفش عبين ما طلعوا. فاتوا على البيت نفلوا فتشوا البيت فتشوا السيارة ما خلوش اشي الا ما فتشوا، فاتوا تركوا اي واحد يطل عليهم يصيح عليه من الجيران ما خلوش حدا يكرب على المنطقة من مرة. واحد عرفت ان ابوي اخذ الجوال بكيت مروع مع استاذي، جيت اجي هنا صاروا الناس كلها يضحكوا على ابوي، جيت سمعت واحد بيحكي عن ابوي انسجن وهيك، جيت بعد بديت اعطر لقيته مكبكبي كل شيء مكبكبي، يجي صوت مع الاولاد غير